اليوم فطور ان شاء الله فندق ريتز كارلتون. وصلت فندق ريتز كارلتون جدة، ما أدري كيف حتكون الخدمات، هل بنفس مستوى فندق ريتز كارلتون الرياض؟ راح أقول لكم بعد الإفطار. وهذه صالة المطعم اللي فيه حفلات الإفطار، وهذا جزء من الديكور. زي ما انتم شايفين هنا مكان البوفيه، صراحة جدا جميل ورايق. طريقة التقسيم نفسها جاء وقت الحلقة، ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عليهم. اليوم العالمي للفراولة، شوف منورنا بجدة. حلوة كلام تمسحها سلام. شو اسمه؟ اخوي بهاء دستور. كل عام وانتم بخير. من الحريم الاربعاء اليوم السحور حيكون في عندهم. ماشي يلا شوفوا يلا الله يديم علينا النعم ويجعلنا ان شاء الله من الشاكرين. بصراحه في ريتز كارلتون جدا رائع، سواء الخدمات الاجواء في تركي. معقول اعلامي ما شاء الله كبير وما عنده سناب؟ قناتين 24 ساعة يكفوا وزود. هو صحيح الواحد بعد ما ياكل المفروض يمشي شوية عشان يهضم، لكن بصراحة كسلان، قلت أكثر ساعة الجولف.